إضراب محطات الوقود هو العنوان الأبرز ليوم 43 من الحراك اللبناني المطالب بإزاحة النخبة السياسية وتشكيل حكومة اختصاصيين. بدأت محطات الوقود في لبنان إضرابا مفتوحا اعتبارا من صباح اليوم احتجاجا على ما وصفته بالخسائر الفادحة التي لاحقت بالقطاع نتيجة وجود تسعيرتين للدولار الأمريكي في السوق. واتهمت نقابة أصحاب محطات المحروقات مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بعدم الالتزام بالاتفاق معها. هذا وتواصلت المشاورات بين القوى السياسية اللبنانية في محاولة للتوصل إلى اتفاق على مرشح لتكليفه برئاسة الحكومة المقبلة. وعن أبرز ردود الفعل في الشارع اللبناني على إضراب محطات المحروقات وأزمة البنوك مع تسعيرة الدولار نتابع هذه العينة من الآراء. خايفين أهلنا، نحن صرنا نخاف كمان، وما عم بلقى انزل بالبيت كمان، يعني عم بعبي بنزين لأنه إذا قطعونا الأكل وقطعونا البنزين ما بيبيلنا شيء، سو احتياطاً عم بعبي بنزين. أنا هلأ جاي عبي بنزين لأنه عم بيقولوا أنه محطات البنزين حتبلش بكرة الإضراب، ويمكن يكون الإضراب مفتوح نتيجة عدم التزام مصرف لبنان بالوعود وأنه هو حيأمن لهم دولار كرمال يشتروا من الشركات اللي هي برات لبنان، فهذا الشيء حيخلينا نكون بمأزق خلال الأيام الجاية، فزي نفول السيارة كرمال نقدر نعيش هاليومين الباقيين. أكيد في مشكلة، يعني صار له البلد تقريبا أكثر من شهر في مشكلة أساسية وعم تكبر، يعني المشكلة كل يوم عن يوم. قبل كانت محطات البنزين قسم تفتح قسم ما تفتح، بس هلا شكله كله مسكر، فما بعرف إذا بده يضل الوضع هيك ما بعتقد البلد بيهدي من هلا لرأس السنة، حيصير في أزمة كبيرة. هيدي سرقوا الشعب، نهبوا الدولة، وهني أساسا أنا برأيي هني اللي كسروا الدولة، هني اللي عملوا. هلا المصارف صرافين من عم يجيبوا دولارات، صرافين عم يجيبوهم من البنوك، بد ما يبيعهم البنك للزبون لأنه ما بيقدر يبيعوا للزبونه 1515، بيعطيه 1700 و1800 للصراف. للحديث حول تطورات الأحداث على الساحة اللبنانية نرحب بضيفنا في الأستوديو الصحفي اللبناني السيد أواب المصري، ومعنا عبر الهاتف من بيروت السيد سامي البراكس رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان. أهلا بكم معنا سيد سامي. الإعلان على فكرة الإضراب، ما هي دوافع هذا الإضراب؟ يا أخي الإضراب نحن مش إضراب بعين ذاته، توقف عن العمل لايش، لأنه صارنا 3 أشهر نحن جينا قدمنا على إضراب 3 مرات، كل مرة بعد ما ناخد الإضراب وبينجح معنا يبعت ورانا يسكتونا يضحكوا علينا، نحن ناخدها بحرمنا. كان بعد الدولار 1505 1507، آخر شيء نحن الشيخ سعد آخر مرة وكنا عنده نحن ماشي 10-15 يوم من السنين 15 يوم، وقال خلص روح بنخلصها ما عادش بدنا مشاكل وكذا كذا، راح ما عادش ردوا علينا لا هيك ولا هيك ولا سألوا عنه ماشي راح. طلبنا لأني نوالدين معرض نحن فخامة الرئيس بدنا كنا نشوفه ويمشوا ويعطونا معايدة معايدة، نحن الموضوع كله بأول لآخر نحن لا بحبين نحن أضربات لنا ولا شغلتنا، لأن شغلتنا مؤسسات مؤسسات قائمة عم تشيل تخدم مجتمع تخدم وطنا تخويت نحن وملتزمين نحن تعديل تركيب أسعار الدولة بتطلع كل أسبوع بتقول هذا الجدول هان بدك تلتزموا فيه كلكم، نحن وكل اللي بيشغلوا بالقطاع ومشين على الانبلد شغل الدولار، وانا بالدار اجى من رحنا واجى الشيخ سعد اجتمع البنك المركزي والشركات ووزارة النفط اتفقوا على علي انه بيسلمونا اني باللبنان بناء بناء لجدوى تركيب الاسعار لانه كله باللبنان، وهودي الدولار هو بياخذوها منا اللبناني بيبدلهم إياها بنك المركزي تاني يوم بالبنك عندهم بالدولار حسب السعر الرسمي. نحن قبلنا مشينا ونحن ما بدنا غير هيك يبيعنا باللبناني
ونبيع نحن نشتري باللبناني بيع باللبناني وخلص بقى وحلوا نرجع نطلع 190 ليرة نحن ما نطلبين شيء غيره قلبوا علينا بعد ثلاث ايام. طب سيد سامي مع السنه نسلمكم يعني انتم اعلنتوا عن عدم العمل او التوقف عن العمل، هل تم التواصل معكم من قبل المسؤولين سيد سامي؟ سيد سامي اكثر 85% من مصروف يكون ممكن تبروا حالكم. هل تسمع سيد سامي؟ سيد سامي 15% دولار 85% لبنان. طيب اشكرك. احنا بلشنا على 6 دولار خير هي بلشت صار دولار ب 2500 2400 يعني عندنا شيء عالي. يبدو انك سيد سامي لا تسمعني، اشكرك شكرا جزيلا سيد سامي البركس رئيس نقابه اصحاب محطات المحروقات بلبنان. سيد اواب الوضع الان يبدو انه دخل الى مرحله خطيره، هل ترى ان السياسيين يتعمدون تضييق الخناق عن المواطنين بشكل كبير في هذه الفتره؟ نعم، أزمة المحروقات التي سمعنا عنها قبل قليل هي أحد أوجه الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يرزح تحتها لبنان. هذه الأزمة هناك الآن ثلاثة أوجه لتكريسها ولتعميقها أكثر. هناك وجه سياسي يتعلق باستقالة الحكومة والعجز عن تشكيل حكومة جديدة وتخاصم أو تنازع القوى السياسية الحصص والمقاعد وشكل هذه الحكومة وكأن شيئا لا يحصل. هناك وجه آخر أمني، هناك آلاف المواطنين اللبنانيين في الشارع يتظاهرون ويطالبون كل يوم بالإسراع في تشكيل الحكومة بحكومة اختصاصيين ويعني ذوي سمعة حسنة لتعطي الثقة لهذا الاقتصاد. الوجه الثالث الذي نشهده الآن هو الأزمة الاقتصادية التي للأسف نرزح تحتها. الآن نشهد أزمة في محطات المحروقات، ربما غدا نشهد أزمة أخرى في ما يتعلق بأفران الخبز، في أزمة مقبلة خلال أيام بما يتعلق بالأدوية، شراء الأدوية والمستشفيات. الأزمة الأساسية هي أنه الدولة تكابر على نفسها الآن ولا تعترف بوجود هذه الأزمة الاقتصادية التي تتعلق بأن سعر صرف الليرة اللبنانية انهار بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، وتكابر على هذا الأمر وتترك الأمر للشارع، المواطنين بينهم وبين المصارف، بينهم وبين الصرافين يتنازعون في هذا الأمر. أصبحت المصارف لا تعطي دولارات والدولارات أصبحت متاحة في السوق السوداء بأسعار مختلفة. يعني بالمناسبة هذا مخالف للقانون. الدستور اللبناني ينص على أن الاقتصاد في لبنان حر ولا يحق لأحد أن يضع قيود على هذا الاقتصاد، بينما المصارف وبتوجيه من المصرف المركزي تقوم بتقييد استنسابي على المودعين، وهناك الكثير من الحديث أنه كبار المودعين الذين يملكون أموالا طائلة قاموا بتحويل أموالهم إلى الخارج، والآن يتم التضييق على صغار المودعين الذين لديهم مبلغ من المال يكفيهم لقوت يومهم شهرا بشهر. وبالتالي هناك استنساب في التعاطي وهناك تخلي من السلطة عن إدارة هذه الأمور وضبط هذا الأمور، وبالتالي نحن نشهد هذا الانفلات في الشارع. اليوم أزمة محروقات، غدا أزمة أفران، بعدها أزمة مستشفيات. ابقى معي سيد أواب. ينضم إلينا عبر هاتف من بيروت الناشطة بالحراك اللبناني إلهام مبارك، العضو المؤسس في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد بلبنان. أهلا بك سيدة إلهام. يعني ربما من ينظر للوضع في لبنان يرى أن هناك من يريد أن يؤزم الوضع زيادة في لبنان، سواء على المستوى السياسي أو الآن على المستوى الاقتصادي بما وصل إليه في موضوع إضراب محطة الوقود، ما رأيك؟ في الحقيقة طبعا نعم سيدة إلهام، أنا أسمعك، تفضلي سيدة إلهام. طيب سيد أواب، لو تحدثنا على هذه النقطة بالتحديد فيما يخص وجود سعرين من الدولارات، يعني أنت تتحدث عن المواطن الذي يريد أن يسير أعماله، لكن أيضا هناك التجار الذين يتعاملون في منتجات مختلفة تتعلق بالسلع الحيوية والغذائية، هناك هناك مشكلة تواجههم بأنه لا يوجد دولارات. الأساسية في السوق التي السوداء سنشهدها في الأسابيع المقبلة هناك صغار التجار الذين يستوردون بعض السلع ليقومون ببيعها، أو حتى صغار الصناعيين الذين لديهم مصانع
صغيرة ومتوسطة. نعم. هؤلاء مضطرون لشراء معدات وسلع ومواد أولية من الخارج، يشترون هذه السلع من الخارج بالدولار أو باليورو أو بغيره. الآن هناك تقييد على حركة هذه الأموال التي يملكونها في المصارف، وهذا سيزيد من تعقيد الأزمة، لأنه عدم شراء هذه السلع سيعطل هذه المصانع وهذه الأعمال، وبالتالي ستشهر إفلاسها، وهذا سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، وسنشهد خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، وإن شاء الله ما كنا يعني صادر هالكلام. السؤال الأخير، هل يعني يراد أن يتحمل الحراك اللبناني هذه المشكلة، أن لولا الناس أنهم نزلوا إلى الشارع ما حدث هذه المشاكل، وكأن المشاكل متعلقة بالحراك وليس بالفساد السياسي الموجود؟ لا أعتقد أن السلطة وصلت إلى هذا الحد من يعني الجرأة على تدمير البلد، لأنه إذا تدمر الاقتصاد اللبناني سيتدمر على الجميع. المشكلة أن السلطة السياسية والقوى السياسية والأحزاب لا يدركون أو ما زالوا يتصرفون وكأن شيئا ليس في البلد، وكأنه ليس هناك أزمة خطيرة، ويتنازعون ويتشاورون ويأخذون أوقاتهم، وكأنه ليس هناك آلاف الناس في الشوارع، وليس هناك أزمة محدقة خلال أيام أو أسابيع قد يعني تفلس عشرات أو مئات المصانع أو المتاجر. وبالتالي الأزمة، مدخل الحل لهذه الأزمة يكون بالسياسة من خلال الإسراع بتشكيل حكومة تعطي ثقة لهذا الشارع وتعطي ثقة للاقتصاد اللبناني. جزء من الأزمة الاقتصادية التي نشهدها الآن هو تهافت كل اللبنانيين الذين لديهم أموال، تهافتهم إلى المصارف وسحب أموالهم. إذا حصل جو من الثقة والاطمئنان لدى هؤلاء سيتوقفون على هذا الأمر، وسينعكس هذا إيجابا على القدرة الشرائية وعلى الاقتصاد بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي اللبناني سيد أواب المصري، شكرا لتواجدك معنا في هذه الفقرة.